مع اقتراب موعد الانتخابات الأمريكية، نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس تخرج من ظل جو بايدن في قضايا عدة شائكة بأمريكا وخارجها خلال تصريحات لها في الأسابيع القليلة الماضية، في إطار جهدها لإقناع ائتلاف الناخبين الذي أوصلها إلى البيت الأبيض منحها ولاية ثانية. هاريس قالت خلال تصريح لها بولاية ألاباما إنه يجب وقف الحرب في غزة نظراً لحجم المعاناة الهائل في القطاع، وكذلك لوحت خلال مقابلة تلفزيونية بعقوبات أمريكية ضد إسرائيل إن أقدمت على اجتياح رفح، وهذا على عكس ما يصرح به بايدن. الأمر لم يتوقف عند السياسات الخارجية لأمريكا، إنما استضافت مغني الراب فات جو في البيت الأبيض للحديث عن إصلاح قوانين مخدر الحشيش، وكذلك ذهبت لأبعد من هذا عند وصفها للإجهاض بأنه جزء أساسي من الرعاية الصحية للمرأة خلال زيارتها لمنظمة للصحة الإنجابية في مينيابوليس، في الوقت الذي يعتبر فيه بايدن القضية هذه خاصة ومؤلمة للغاية وتعرض حياة النساء للخطر.